أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى الجزائر استغرقت يومين، وكان في استقباله بمطار بور السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عجار والأمين العام للمجلس محمد الغالي علي يوسف. وأجرى البرهان خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت سبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وقدم شرحا عن تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد ميليشيا الدعم السريع واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية. المندوب السوداني في الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس إن القوات المسلحة لا تزال تخوض حربا دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تتلقاها عن طريق عبر مطار أم جرس. أشار إلى أن الميليشيا جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلا عن جلب مقاتلين من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو للحرب في السودان، مما سيتسبب في تهديد النظم الحاكمة في هذه البلدان. وأكد خلال تقرير في جلسة مجلس الأمن الدولي أن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن السودان منذ انطلاق الحرب التي تمولها دول في الإقليم. أطلب من المدعي العام أن يختصر الطريق أن يسافر من تشاد إلى بور السودان، لأن السلطات السودانية تلقت طلبا بزيارة مكتبه 4 مرات تم تأجيلها من قبل مكتب المدعي العام ولم يذكر ذلك أمام المجلس. أن يحيطكم علما لماذا أرجئ إرسال وفد مكتب المدعي العام. لقد شنت ميليشيا الدعم السريع تحت مرأة ومسمع ورصد العالم أجمع سلسلة من الهجمات الممنهجة واسعة النطاق التي تهدف عمليا إلى التطهير العرقي والقتل على أساس الهوية، ومن منطلقات دافعها الانتقام، مما تسبب في إهلاك أعداد كبيرة من قبيلة المساليت يتراوح عددهم بناء على تقرير الأمم المتحدة ما بين 10 إلى 15 ألف. إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم وتعريض الضحايا إلى وضعية معيشية يقصد بها التسبب في الإهلاك العمدي والمادي والقتل القسري للأطفال أو ترحيل السكان وقتلهم بشكل قسري والاغتصاب والاسترقاق والعنف الجنسي والقتل العامد. ولم يسلم من ذلك العدوان حتى الذين لجأوا إلى تشاد بتعرضهم للقتل ونهب الممتلكات، وذلك على طول مسافة 27 كيلومتر، وتم نهب وحرق قصر سلطنة المساليك حيث تم اغتيال الأمير أبو طارق عبد الرحمن بحر الدين. وفي يوم الجمعة 15 ديسمبر هاجمت ميليشيات الدعم السريع متآزرة مع مجموعات مسلحة واد مدني ثاني أكبر مدن السودان، تشكل أحد أهم المواقع الاقتصادية، مما أدى إلى تشريد 250,000 أو يزيد من المواطنين وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية التي لا تقل عن 57 منظمة. وتكرر مسلسل الاغتصابات والمعاملة المهينة والمحطة للكرامة الإنسانية، وعلى شاكلة محاكم التفتيش في الأندلس في القرن 15 الميلادي. لا بد من أن نوضح أن القوات المسلحة لا تزال تخوض حربا دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الأمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس. وليس هذا بسر، إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان، وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، والتوثيق جار على قدم وساق في هذا الجانب.
قال وزير صحة الاتحاد هيثم محمد إبراهيم إن إيصال الخدمات الصحية إلى كل ولايات وأقاليم السودان أولوية قصوى، معلنا الالتزام بالعمل على استقرار الإمداد الدوائي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. أشار وزير الصحة إلى أن لقاءه مع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عجار ناقش الأوضاع الصحية بالبلاد والموقف الوبائي بالإضافة إلى الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة، فضلا عن بعض التدخلات العاجلة التي تمت في ولايات بها أوبئة مثل الكوليرا. وقال إن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع بولاية الجزيرة بعد اجتياحها من قبل ميليشيا الدعم السريع وترتيبات تمت مع منظمة الصليب الأحمر لاستخراج الأدوية وتوزيعها على ولايات السودان المختلفة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وضع وزير الداخلية السوداني الأسبق أحمد محمد هارون تحت برنامج المكافآت للمطلوبين بجرائم حرب، الذي يمنح مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال الأشخاص المدرجين ضمن هذا البرنامج. أكدت أنه يجب على أولئك الذين يمتلكون معلومات حول مكان وجود هارون الاتصال ببرنامج مكافآت جرائم الحرب عبر تطبيق واتساب أو إرسال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني. أكد ماثيو ميلر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004. أكدت الحركة الإسلامية السودانية أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلة أخلاقيا للتصدي لقضايا الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة والإرهاب الممنهج ضد المدنيين في حرياتهم وأعراضهم، وهي تسمح للدويلات المارقة بإمداد المتمردين بالأسلحة والأموال. وقالت في بيان ردا على قرار الخارجية الأمريكية إدراج أحمد هارون ضمن قائمة مجرمي الحرب إن منهج التحفيز على الشر والإغراء بالمال هو نهج الفشل والعاجزين. وأضاف البيان هارون موجود وسط أهله ويمارس واجبه في الدفاع عن أرضه وعرضه، وقد ظل حبيسا لفترة 4 سنوات بدعاوى غير مؤسسة قانونا كان دافعها التشفي والانتقام. أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن مشكلات وتحديات تهدد استمرار إمدادات المياه بسبب العجز المالي بعد فقدان الموارد طيلة 10 أشهر. أقل مدير مياه الخرطوم محمد علي العجب إن الهيئة كانت تعتمد على دعم الحكومة الولاية وعلى الرسوم التي توقفت بسبب الحرب، مما خلق صعوبات كبيرة في تمويل تشغيل المحطات فضلا عن زيادة سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع مدخلات إنتاج المياه المستوردة من خارج البلاد. أعلنت لجان المقاومة جنوب الحزام إغلاق جميع أقسام مستشفى بشائر في الخرطوم عدا قسم الكلى حفاظا على سلامة الكادر الطبي والمرضى ولضمان استمرار العمل بشكل طبيعي. وقالت في بيان صحفي إن قرار الإغلاق جاء على خلفية قيام مجموعة مكونة من 3 أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع على متن دراجة نارية بإطلاق النار في الهواء بغرض الترويع داخل حرم المستشفى، وقد رفضوا الانصياع لأوامر الحرس ومطالبات الكادر الطبي. بحث المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر مع السفير التركي بالسودان إسماعيل تشوبان أوغلو توسعة الاستثمارات التركية في مجال التعدين في البلاد. أكد خلال زيارته مقر السفارة التركية بمدينة بورسودان تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للشركات والمستثمرين الأتراك، كاشفا عن اتخاذ حزمة إجراءات لتسهيل مهام المستثمرين في قطاع التعدين. أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن بشريات النصر بدأت بتقدم القوات المسلحة في كل المحاور والجبهات ليعود الجميع إلى دياره من خارج وداخل السودان والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها وإعمار كل ما دمرته الحرب. أكد خلال زيارته عددا من أسر الشهداء ومصابي معركة الكرامة من منسوبي جهاز المخابرات العامة إن دماء الشهداء فداء للوطن وعزته وكرامته، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى قادت أشرف المعارك في سبيل نصرة وتطهير أرض الوطن من دنس العملاء والمأجورين. أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن عن ما قال إنها أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب جرائم وحشية في دارفور، وحث على الامتثال للقانون الدولي لوقف أعمال العنف والإفلات من العقاب في السودان. قال كريم خان في تقريره الدوري للمجلس والذي قدمه من الحدود السودانية التشادية إننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار.
قال وزير إعلام دولة جنوب السودان بوليس كوك إن عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال قتلوا في هجمات على منطقة أبيي في طول حدود جنوب السودان مع السودان. وأضاف شبان مسلحون من ولاية واراب بجنوب السودان نفذوا غارات على منطقة أبيي المجاورة. قال كوك بحسب وكالة رويترز إن 52 شخصا بينهم نساء وأطفال وضباط شرطة قتلوا خلال الهجمات وأصيب 64 شخصا. وأعلن فرض حظر التجوال بسبب الوضع الأمني المتردي الحالي الذي أثار الخوف والذعر.